No, no, it's okay. We'll near it. Take it near. Yeah. يسعدنا كجمعية شفاء داء السكري نرحب بكم هذه الجمعية أول مرة كتتيح لها الفرصة أنها تبدأ الأول مرة هذه النوعية في حياة جمعيتنا شفاء داء السكري ويسعدني أن أحضر لكم السيدة دكتور آغا مريم ومسيو آغا اللي غادي يجيو باحثة أنها باحثة أخصائية في داء السكري تكرمت وتشرفت أنها تشاركنا في هذه الندوة التحسيسية لمرض السكر وكنشكرها نيابة عنا كجمعية ونيابة عن الناس ديال الكلية تاونات وكنشكر وهي راها بنت بلادنا بنت البطاقة وكنرحبوا بها ترحيب كبير جدا ومرحبا بها ونتمناو ماشي هذه اول مره غادي ان شاء الله هذه القافله ديال الجمعيه ديالنا غادي تساير الامور كامله وغادي يكون انشطه كثيره ونتمناكم تكونوا ديما معنا في الدعم وديما معنا في الحضور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم اعزائي المرضى اعزائي الحضور كنتمنى ان شاء الله يكون الدرس ديالي مفيد للجميع وكل شيء غنستافد منه باذن الله. كتسمعوني مزيان هذا؟ اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نقدم لكم في هذا الدرس تعريف مرض السكري لان كل شيء خصو يعرف شنو هو مرض السكري والخطوره والمضاعفه ديال مرض السكري. وغادي نقدم لكم شي نصائح زوينه اللي خصكم تتبعوها باش تجنبوا المضاعفات ديال مرض السكري. ان شاء الله نبداو. مرض السكري جبرت هذا التعريف في جوجل ما عرفتش من يدير ما عنديش اللغه العربيه حسب حالي في الاورديناتور. هو ذلك المرض الذي يحدث نتيجة لنقص إفراز هرمون الأنسولين وينتج عنه تأثير في قدرة الجسم على تخزين واستهلاك المواد النشوية والسكرية. شنو معنى هذا الشيء؟ هو أن الإنسان ملي كياكل ماكلة سواء الخبز ولا الرز ولا باستا ولا أي حاجة نشوية ولا حتى السكر إلا شربنا السكر ولا شي حاجه هكا سكري حلوه غادي يطلع لنا السكر. كاين المواد اللي كتطلع السكر دغيا دغيا وكاين المواد اللي كتطلع السكر غير بشويه فهمتي. دونك بنادم اللي هو نورمال ملي كياكل العقل ديالو شنو كيقول له؟ العقل ديالو كيعطي السينيال ولا شي تنبيه للبنكرياس. البنكرياس عندنا واحد العضو صغير هو بحال شي ورقه ها هو التصويره ديالو هنايا الكبده يا كاين قريب على الكبده. هذاك البنكرياس كيفرز لنا الهرمون ديال الانسولين. هذاك الانسولين شنو كيدير؟ هذاك بحال المفتاح اللي كيحل الباب للجلوكوز باش يدخل للخلايا ديال الجسم وكيعطينا الطاقه لان الجسم ديالنا شنو خصو الطاقه. وهذاك الانسولين كيحل الباب بحال السويرات هكا لديك السكر ولا الجلوكوز اللي عندنا في الدم ديالنا باش يدخل هذا ويعطينا الطاقه للجسم. بنادم اللي هو نورمال شحال ماكله ديال السكريات الجسم ديالو كيفرز الهرمونات ديال الانسولين اللي خاص باش تقاد السكر في الدم ياك. بنادم اللي فيه السكر بنادم اللي فيه السكر كنرجو انكم تكونوا ساكتين الله يرحم الوالدين باش كلشي يستافد لان كديرونجيو اللي حداكم. ميرسي. بنادم اللي هو فيه السكر
هذاك ديك ديك الماكله اللي كان فيه السكريات كيرجع جلوكوز في الدم، ولكن المشكل انه ما كيلقاش ديك الانسولين كافيه في الجسم اللي باش تحنز الباب باش ديك ديك الجلوكوز يرجع لنا انرجي، يرجع لنا طاقه في الجسم في الخلايا ديال الجسم. غادي نقول لكم شنو هو عطيني السكر فوقاش كيكون منخفض وفوقاش كيكون مرتفع. هاد الكرة هادي راه هي الخلية ديال الدم الحمراء، كرية الدم الحمراء فهمتي. هادي على اليمين كاينة هذاك ديال السكر اللي عنده عادي، سكر A1C منخفض رايت. هادي كاين طاقة، هي كاين السكر الجلوكوز في الدم ولكن ماشي بزاف. على الشمال كاين هذه الكريه الحمراء اللي السكر ديالها غادي يكون مرتفع بزاف. علاش؟ لان شوف شحال الكونسونطراسيون ديال الجلوكوز في ديك الخليه ديال الدم، ديك الدم كيولي بحال اللي ملوث بالسكريات فهمتي. دونك شنو اللي واحد النموذج بغيت زعما نرسمو لكم، ساعه للاسف ما عنديش صبوره في نرسم، غير لقيتكم على حسب الجلوكوز ديال شحال هو اللي هو معدل طبيعي، وهو خصو يكون قبل الفطور خصو يكون ما بين 70 و 110 ملي غرام في الديسيليتر. هذه بالمغربية أنا قلت عليها في جوجل، حيت حنا كنستعملو الإيميمول بار ليتر. أما بالنسبة للمعدل الطبيعي السكر في الدم بعد ساعتين بعد الماكلة خصو يكون عندكم أقل من 140 ميلي غرام بار ديسيليتر. هذا هو من يكون عنده معدل السكر ديالو. إذا كان فيه داك السكر اللي ما فيهش كيكون عنده عادي ما بين 70 و 110. اوكي دابا المرضى السكري، المرضى السكري شنو غادي يكون عندهم هذيك المعدل ديال السكر في الدم قبل الفطور خصو يكون ما بين 70 و 130 ملي غرام بار ديسيليتر رايت. اما معدل السكر في الدم بعد وجبه الطعام بساعتين يجب ان يكون اقل من 180 من 180 فوالا ميلي غرام بار ديسيليتر. دابا كاين عندنا جوج ديال المناطق ديال الخطر بالنسبه للمرضى السكري. كاين اللي كيدير الانسولين هو اللي معرض اكثر لهبوط السكر في الدم، نسبه السكر في الدم. هادو كيكون عندهم النسبه ديال السكر خاصها تكون ماشي اقل من 70 ميلي غرام بار ديسيليتر. هذا كيكون معرض للخطر ديال الهبوط ديال نسبة السكر في الدم. المستوى اللي خصو يكون زوين بزاف هو انه يكون ما بين 70 و 110، هذه هي المستوى الجيد ديال نسبة السكر في الدم. دونك كاين بنادم اللي كيكون قريب للخطر غادي يكون ما بين 140 حتى 180، هذا كيكون في منطقة ديال الخطر. هذا الشيء ديال اي 1 سي، هذه ديال كونسونطراسيون السكر في الخزان، نقولوا حنايا الخزان او تخزين السكر في تخزين فوالا. هاد الاي 1 سي كتكون كتعبر مدة 3 شهور ماشي ديال دابا ديال الجليسيمي، هذه ما عندها حتى شي علاقة بهاد الكونسونطراسيون. هذيك ملي كتمشيو لعند الدكتور ويدير لكم التحليله ديال الدم كتلقى يا اما السكر عندكم طالع ولا منخفض. هذا الشيء المعطيات دابا اللي عطيتكم راها مهمه باش تتبعوها مزيان. في الثاني غادي نعطيكم كيفاش تقراو راسكم نتوما التحليله ديال الدم بلا ما تمشيو عند الدكتور ان شاء الله باذن الله. اوكي الا كان السكر عندكم ولا كان 300 ولا 400 راه منطقه ديال الخطر بيان سور خطر جدا. اوكي ناو سو ما هي اسباب مرض السكري؟
لما حيتي عندها العربية مشتعلة شوية حاولت شوية فرنسية شوية لونجلي شوية حاولت تفهموا شوية مع ولكن تفهموني ولا وراني درت مجهود كبير باش نوصل لهم هذا الشيء بالعربية. المهم شنو هي من الأسباب ديال المرض السكري؟ السمنة الدرجة الأولى. السمنة هي اللي كدير لنا السمنة مع مجموعة ديال المعطيات الأخرى اللي كاينة بحال دابا الإفراط في الطعام، الضغوط النفسية اللي عنده الستريس حتى هو راه كيزيد يكمل. الوراثة هذه ما عندنا ما نبحثوا فيها. منين كتكون انسان عنده شي واحد في العائله راه معرض انه يديفلوبي السكري. السمنه والستريس والافراط في الطعام هذا ما عندنا الحق نتحكموا فيهم. يعني الصحه ديالنا هي الاولى. ملي كنمرضوا بالسكر راه اول حاجه راني مريضه بالسكر رقم واحد بعدا راجلي مريض بالسكر رقم جوج. دابا السمنه والافراط في الطعام والضغوط النفسيه عندنا كيفاش نتحكموا فيها حنا. غادي نوريكم كيفاش ديروا. ساهل اللي شي مجيء والوراثه ما عندنا ما نديروا بها. الله الله غالب. رايت شنو هما الانواع ديال السكري؟ كاين اللي معروف متداول في العالم كاين جوج ديال الانواع. كاين النوع الاول هو السكر رقم واحد ديالي انا، وهو الانسان معتمد 100% على الانسولين. يعني ما عندناش حتى قطره ديال الانسولين في البنكرياس كالتكريه باش يكون واضح ما كايناش. دونك شنو كنعتمدوا على الانسولين بالدرجه الاولى. وهذا النوع الاول ديال الديابيت كيتصاب به الدراري الصغار حتى هما مساكن. يعني كنعرف واحد السيد معايا في فيسبوك عنده بيبي ديال خلاق مسكين بزيرو انسولين، يعني ملي خلاق نيشان انسولين. واحد السيده عاوتاني معايا كانت عندها ان انفون ديال 5 سنين عاوتاني مسكين حتى هو معرض للهبوط ديال السكري وكتعاني بزاف ديك السيده الله يعاونها عليه. النوع الثاني هو غير معتمد على الانسولين ويصاب البالغين من 40 سنه الفوق. اما النوع الاول كيتصاب من 30 من تحت. يعني انا تصابت بالسكر رقم واحد من يكون عندي 25 سنه. المهم هذا النوع الثاني هذا احنا السبب في الاصابه به من غير القضيه ديال الوراثه. يعني واخا الانسان عنده شي واحد في العائله ديالو مريض بالسكري وعارف بان كاينه في العائله ولكن كيفرط يا اما في الاكل يا اما كيطلع في الوزن وما كيتحكمش فيه. والرياضه ما كاينش الاكتيفيتي ما كيطيش. هادشي كله غادي نتحدث عليه من بعد. اخي الاعراض ديال ارتفاع السكر في الدم شنو هما الاعراض؟ لي سيمتومز بالانجليزيه. وهذا كلشي كيعرف هذا انتم مرض بالسكر وعارف منين كيطلع لكم السكر باش كتحسوا؟ العطش التعب تيمشيو للتواليت كتخرجوا بزاف من التواليت بالليل واحد ما كينعش كيخرج كل ساعة عندهم سكينين. الله يحسن العون. الشعور بالتعب أقل المجهود. التهابات الجلدية شكون اللي عنده الحكة في الجلد ديالو؟ بارتو السكر تيكون طالع. اللي كيجرح ما كيبغيش الجرح يكبر. حتى هذاك عاوتاني هذيك ديال السكري. دابا السكر اللي منين كيهبط اللي كيدير الانسولين السكر كيهبط له. شنو كيحس؟ كاين اللي كيحس بالجوع، كاين اللي كيحس بالدوخه والزاد ديالك كتعرف داك الشيء اللي كاين والقلق من اللي كيكون ديما معصب ايوه التعرق من اللي كيعرق ديك العرق بارده كتنزل عليه. الترجاف
مريم غزال الغضب ليك ويمكن أعراض انخفاض السكر في الدم شنو أعراض أخرى اللي كاينة من غير التعرق الارتجاف الغضب الانفعال شكون اللي عمرو زعما على رجلو I get very, very عندنا اللي يسحبوا دبرنا خبي السكر ملي يهبط السكر ملي يهبط ولكن ما كيخافش منه انا نقول لكم علاش ها عندي هادي لا الى قدرتوا تلقاوه من هنايا واحد القريعه فيها 120 سنتيمتر فوالا عم عندي مناضة ليكويد خصو ليكيد ديما عندي في الصاك ما فرقنيش دابا الانسان اللي عمرها بمناضة لا وما عندهمش هذا الليكوزات حنا عندنا بس هنا ما كاينش غادي يتعودوا يا اما بمناضة العادية كوكا بالسكر ولا العصير كتعيقوا به سيبو كتبيني ما تعيقش به كيهبط الكوما ما تفرق واحد غادي غادي توري ديك سميتو عندي واحد الشغله نقول لي عليهم كان نموذج حيت اللي ما كيعقل بحال اللي عندهم الاطفال صغار ما غاديش السكر وداك الشيء خاصو يكون عندهم في الدار ضروري شوفه خالصه وخا بنينه يهبط ماشي ما يمكنكوش خطا لان الكبده ديالنا معمره بالسكر
هذه الى احسن الاطفال ما عليك الى غرو عن الوعي تي ضربوا على الفم حوايج غير ضربوا ماشي عقلهم بعد 15 دقيقه نو سي 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 بارتو 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 مونج بارتو مونج اي لو فو اي لو فو زين السكري اللي كيحطوا فيه وخدم مسكوه استعجالات تكون عند الوالدين لي لي زومبيلونس لي زومبيلونس ضروري يكون عندهم هادشي شنو هو العضو الاول اللي كيتقاس بالسكر؟
وانا شي كنقول كلاوي شي كنقول العينين ولكن غالبا العينين كيتقاسموا هذه نورمال ما فيهاش ريجيونال هذيك اللي من شوقعت اتو انا نفسرهم هنايا هذيك العريقات اللي قلت لك اللي هضرت لك عليهم ها هما صغيورين دابا ديك السكر ملي كيملي هذا ملي كيبقى واحد عالي بواحد المده طويله شنو كيوقع ديك العريقات كيطبقوا كيبقى الدم كيسير اللور اللور ديال الشبكه داين ومن وكل حجب الشوف بنادم ما كيبقاش يشوف مزيان كيبقى يشوف براطع خلين في الاول ولكن مع السنين مع المده كيوقع هذا الخلل بعد السباتش هذا من هنا كيوقع هذا الدمج هذا كيمشيو لا بلا تبعدا شكون اللي فيكم مشى لعند الطبيب ديال السكر وقال له سير قلب العينين صافي شكون هذا اللي اخر اللي ما عمرو قال له الطبيب سير قلب عينيك ولا قال له انت رجليك كيقلبوا لكم رجليكم انت حتى كتير الطبيب كيقلبوا لكم رجليكم دكتور ملي تمشي لعندو ديال السكري ياه الا ما قلبكمش رجليكم ضعيف على حسابي كل واحد مريم جات من الخارج وقالت لنا ندورو فيكم لان كيقدر فلوس خصهم يقلبوا الناس خصهم اللي كانوا السكر عندهم عالي وواحد المده طويله هما فيهم السكر هذا كلشي كيتاثر بالسكري خصهم رايت هادو دابا هذا الديابيتيك رتينا رتينا باكي نفهم على الحبوبيتين اوكي ميرسي غير على حسب منين كنمشيو لعند طبيب العينين واخا كيكون ديك الدمج واقع واخا كيكون ديك التلف ديال واحد منطقه معينه كاين ملي كنمشيو عند طبيب ديال العينين وكيديروا لنا التصور على الشبكه ديال الباك ديال العينين هي نورمال تاخد التصوير على سيتيكي باش يبان لك هادي يبان لك هاد الدمج الا بانهم على بكري شنو كيوقع تمشيو عند الطبيب اخصائي كيديروا الليزر كيسوديو لهم ديك كيكسودا فهمتي والعينه كتبروتيجا بيان سور كتبروتيجا هكا بنادم كيقعد السكر ديالو لانه معرض ديما ملي كيكون السكر عالي كيكون معرض للتهاب ديال العينين كذلك رجلين ها رجلين علاش خصنا نقلبوهم رجلين علاش خصنا نقلبوهم لانهم تا هما كيتاثروا وكيتاثروا بزاف وعندنا واحد الشوطيه مسكينه واحد السيده دار لها الدار ديالها سي ديزولي والله الا شفتي anyway الله غالب واش دابا المشكله ان ماشي فيها المشكله في الدكاتره اللي ما كيقلبوش على بكري دابا كنت تيتينا شي تاع الدكتور ديال السكر وقلب رجليك ما عندكش الحساسيه دابا كل داك الشريكه كتقلب رجليك يوميا قلب رجليك يوميا وشوفي لو وقع لك شي جرح ولا شي حاجه ما تعالجيش في يدك سير لعند اخصائي يعالجو لك فهمتي كيوقع التعفن كيبقى الشيء ما كيبغيش شي ناس ديال السكر عالي بزاف ما كيبغيش الجرح دغيا دونك خص الانسان الرجلي ديال الشمال هذيك نورمال الرجلي ديال اليمين هذاك كيكون معرض للخطر علاش لان السيركيلاسيون كتاثر فهمتي كتدمج و ديك النيرفز ديك الاحساس اللي عندنا في الرجلين ما كيبقاش مع السكر كان عليك بزاف واحد المده طويله
لان السكر شنو كيدير كما قلت لكم راه كيتلف الخلايا ديك النفس الاحساس فوالا دابا شوفوا كيف اليد ديال الشمال عاوتاني هذيك اللي الصوره الاخرى شوفي هذيك اللي هي نورمال شوف هذا الدوره الدمويه شوف الفلو بلاد فلو تيكون مجهد الدم فهمتي والاخرى اللي مريضه كتكون ديك الشيء مضيق بزاف يعني تراك عمر ديك العرق ديال الدم مابقاش كي الدم مابقاش كيدوز من الرجلين ولا النفس عاوتاني راه ميم شوز هذيك النرفز شي هذيك ديال الشمال مزيانه ولكن ديال اليمين شفتي كي دايره كتولي الرجل ما محس ما كتحسش واخا دير لا ليبرا ولا هذا ما كتحسش كيمرض وكيتجرح ويعطش فراسو شنو وقع في الماضي دونك خصو الانسان يحافظ على الرجلين ديالو بالمراقبه غنعطيكم بزاف ديال النصائح دابا باش تفادوا هاد التعقيدات ديال السكر اولا وقبل كل شيء المغادرة على الدواء ديال السكر اللي عنده ناس فين يضربها ما يقطعش اللي عنده كينا ياخذها في الوقت وكاين واحد الحاجه عاوتاني لاحظتي مع الناس اللي يدخلوا معايا في الفيسبوك كيقولوا لي حنا السكر ديالنا ما طالع ديما وهذا ولكن المشكل ملي كيسولهم فوقاش كياخذوا الانسولين تيقدر اوقات فوقاش ما بغاوهم لا شي باك جراوند انسولين كاين جوج ديال انواع ديال الانسولين كاين الانسولين ديال لاباز الباك جراوند بولا هذه كتخدم من تحت لتحت بالسكر وكاين رابيد لينا هي هذه كطيح السكر انستنتلي يعني طياضيه هذيك ديال السكر ديال لينا هي مخوضه اللي ما كيعرفش شي هي الباك جراوند ولا لاباز هذه كتكون مخوضه فهمتي كتستعمل كاين اللي يستعملها مرتين في النهار كاين اللي يستعملها مرة حسب الدواء صراحة الله المهم تستعمل إلا استعملها مثلا في 8 ونص ديال الصباح 8 ونص ديال الليل ياخذها إلا كان 9 ديال الصباح 9 ديال الليل ياخذها وياخذ فهمتي والغبيد اللي عنده السكر شكون اللي عنده السكر رقم واحد اللي عنده السكر رقم واحد فوالا عندك جوج ديال الانسولينات كتاخذ الطلبات شنو لاباز اللي كتاخذ ميكسار اوكي بغا يكون كياخذ ميكسار والرابيد شنو الرابيد عندك نوفو رابيد وانت يا شيخ شنو الرابيد عندك مكسر هادشي عم بما قلنا هادشي ما نافعش خصني الانسولين يهبط لي السكر هادشي بنادم اللي ما يهبطلوش السكر بالدواء عادي اللي ما كيهبطلوش السكر بالكينا الله يخليكم الا مشيتو عند الطبيبه الطبيبه ولا الطبيب ديال السكر وقال لكم ديروا الانسولين الله يهديكم قول لهم اوكي ديروا لان كاين شي واحد اللي كيخافوا من الانسولين ما عرفتش علاش ما عرفتش الانسولين هي الحياه فهمتي اللي بدا تبيع عنده السكر الانسولين هي الحياه لا التايب 1 ولا التايب 2 دايبيتيز لا السكر الاول ولا السكر الثاني كاين بنادم اللي مريض السكر الثاني يمكن لهم يعيشوا غير بالكينا والرياضه ولا بيان سور التغذيه مزيانه غادي نجيب لكم ابخي اما بنادم اللي هو عنده سكر واحد راه الانسولين اساسيه وماشي الانسولين وحده خصو جوج ديال الانسولين وحده كتستعمل في لاباز وحده كتستعمل مع كل وجبه هذيك الغابيد اللي خصها مع كل وجبه اللي عنده سكر واحد
على حسب لا كونتيتي ديال الماكله اللي خديتو كتاخذوا الانسولين ديال رابيد اللي كت اللي كتقدكم باش تهضر وما تخافوش من هايبو راه كتقول ديك اللي السكر اللي كيهبط ما تخافوش منه عندكم هكا قريها معكم ديال ليكيد ما كان ننصحش بشي حاجه اخرى لان شي حاجه اخرى ربما انها تطلب وقت كبير باش تهضم وترجع السكر في الدم هادشي علاش قلت لكم انا ليكيد في السكر لان كيتابزورب في الدم بغيا فوالا سائل نصيحة ثانية تغذية ثم تغذية خصو يكون كل شيء صحي وزوين وفي كومبلي في كل شيء كاع الموارد الغذائية بطبيعة الحال مي السكر بجوج الرياضة ثم الرياضة علاش الرياضة لأنها كتنشط ماشي غير الجسم كتنشط حتى هو الفكر بنادم كيقول لي لاش ملي كيدير الرياضة إلا ما قديتوش تخرجوا برا غادي ديروا شي كاسيتار باش تحيو رداك عندك نص ساعة ديال الشطيح على العيالات أنا رجال شدوا على وديكم ولكن هذا هو بصح كاين بنادم العيالات اللي كيعكسوا يخرجوا بوحديتهم مثلا يتريدوا يخافوا لهم يهدروا فيهم على الجبالة ديالنا الأولى دير الكاسيتار وردح اشطح عندكم نص ساعة ديال الرياضة ضروري ومؤكد حتى تعرفوا اللي ما عرفتيش راه ماشي رياضه باش نكونوا واضحين نص ساعه كافيه ثلاثه مرات في السيمانه كافيه انت تدرس مني لا تدرس مني المهم الشريفه خصك تعرفني يا عرفتي صافي تفهمنا دابا لحد الان واش متبعين معاينا مزيان اوكي تمام واخا الودوة انتوا قلت هادشي كله غادي نحكم عليه مرض السكري رقم واحد الانسولين لا غير سواء مرض السكري رقم جوج حبوب علاج مرض السكري زائد ريجيم زائد رياضه منتظمه رياضه منتظمه 30 دقيقه زعما المينيموم هذا اللي اقل ما يمكنكم ديروه 30 دقيقة ثلاث مرات في السيمانة كافية مي إلا قديتو 30 مرة 30 دقيقة في اليوم هذيك راه زوينة بزاف كتساعد الجسم يستقبل الانسولين باش ما تقولش تلقاش غير تيسكت كتخدم مزيان فوالا الانسولين كتخدم مزيان بعض الاحيان المرضى السكري رقم جوج بحال ديال الراجلين كياخذ الحبوب ديال السكري جلوكوفاج ولا ميتفورمين وكيدير الريجيم ضروري ومؤكد خصكم تاكلوا شويه من الحاجه لطيفه كان يمكن يو ديستريبيوت لو فون كوزي غادي نفرقوا عليكم شويه ديال واحد المنشور هادو كيوريكم شحال ديال البورشن اللي خصكم تاكلوا يوميا المهم كاين خضر وفواكه هادي خصكم تزيدوا منها بزاف ولكن انا كنركز على واحد الحاجه لان الفواكه فيها السكر غتنقصوا منها غادي تكثروا من الخضر والشلاضه هذه ضروريه ومؤكده ولكن الفاكهه تاخذوا فاكهه خير بثمن هكا دبزه ديال الفواكه يا اما تفاح نهار يا اما ما تاخذوش بزاف لان السكر لان الفواكه كيطلع السكر فوالا نشويات الخبز وما ادراك ما الخبز غير هذاك ما كاين غير ماكله الخبز الخبز انا مجاوبه نقصوا منه
انا مادام هي يديروا عليها شي طاكس والله والله الا كان يكون يديروا عليها شي طاكس الخبز باش تحمق خاص لان هي اللي مصيبه هي اللي كدير لنا ولاتي انا قلت لك الخبز راه مشكله حاجه دابا شكون اللي يجيكم يعرف الفرق بين الخبز اللي هي بيزا والخبز اللي هي كومبلي شنو الفرق بيناتهم ما عندكش تقول لي عرفتيش لا لا قول لي فقط رايت كاين الخبز البيضاء والخبز الكحلة عطيتكم 20 غرام ديال الخبز البيضاء و 20 غرام ديال الخبز الكحلة ما كاينش فرق بيناتهم كلهم السكر كلهم 20 غرام ديال السكر هكذا رجعت تفكر ما كاينش فرق شنو اللي هو الفرق هو انه الى كلينا الخبز الى كلينا الخبز مثلا بيضاء يعني بروزون غادي انا مادام كان عندي شي صخور نرسم لكم ولكن ماشي مشكله عندي لكم هذا الشيء واحد غير بلاستي مثلا الى كلينا الخبز البيضاء عندي واحد لاكورب هذه ديال التغذيه وهذه لاكورب ديال فين هو السكر عندنا مثلا الى جبنا السكر عندنا غرام و20 هنا ياك وكلينا الخبز البيضاء اش غادي يوقع الخبز البيضاء كطلع السكر دغيا ولكن الا كلينا الخبز اللي هي كومبلي شنو كيوقع السكر كيطلع في الدم شويه بشويه يطلع هكا هو اللي كيطلع ملي كيطلع السكر غير بشويه تاخذ منا مع الكبوه ديال الانسولين انا بلا الانسولين ولا الكينا كتخدم مزيان او باغالي معاها دونك السكر ما غادي يطلع لناش هذا هو الفرق ما بيناتهم ولا غادي تركزوا معايا الله يحفظكم هذا الشيء مهم بزاف غادي تديو معاك دابا تعرفيهم ماشي مشكله المواد هنا هي مهمة أو أساسية هي اللحوم والبقوليات بقوليات الفول والعدس و ما بالك جبان المهم اللي كان جبانة وبقوليات بصفة عامة منتوجة الألبان هي مهمة بزاف إذا خصو ياخذها اللبان أنا كنحمق على اللبان ولكن ما كنشربوش منه بزاف لأن فيه السكر تروى يعني كويس هكا عام بركه عليكم قبل ما تاكلوا تمشوا ولا هكا مع العصر ولا شي حاجه هكا الحلويات الدنيا احسن نقصوا منها الا بديتو ضعيف صغير ودي الحلوه مره في السيمانه بلوس كو ما عرفتش كيف نكون هاد العام فيها اذا مور ذان انف اكثر من هذا بركه عليكم صافي اوكي هادو هما لي جروب ديال التغذيه اللي عندنا اللي كنعرفو الجروب الاول هو لي فيوند الخبز اللحم والبيض ولو بواسون السموت المهم لي بروتيد دوريجين انيمال بروتيد دوريجين انيمال البروتينات من الاصل الحيواني هاد مهمين بزاف شنو كيديروا لنا هاد المواد هادو كتقوي لنا المناعه يعني خصنا ضروري ناكلو منهم الا ما كليناش اللحم الا ما كليناش اللحم الحوت بعدا خصو يكون كل مرتين في الاسبوع دي ضروريه ومره خصك تاخذ على الليل هو بزيت زيوت اوميغا وهذا كاين غير السلمون والسردين المكاريل مكاريل تاهو في الكوبير في المغرب اوكي هذا المهم من اللي فيهم واحد الوجبه ديال الحوت خصها تكون عندكم فيها يا اما السردين يا اما مكاريل يا اما اللي واجد اللي فيها الزيت الجروب الثاني ديال هضرنا عليه قبيله ديال الجبال واللي والحليب هادو ضروري لان فيه الكالسيوم الكالسيوم مهم بزاف للجسم غير ملي تاكلو الكالسيوم حاولوا تاكلوا شويه مع الفيتامين دي فيتامين دي شنو كيدير كاين بعض واش تشربوا غير شويه جاتو شويه راه هذا هو الفيتامين دي ديالكم
فيتامين دي كيساعد الجسم باش يمتص الكالسيوم. هذا هو اللي اساسي. النوع الثالث هو الدهون. والدهون حاولوا تاكلوا الدهون اللي هي زوينه ماشي مشبعه بالسافيريت فات، مشبعه بالدهون الطبيعي زيت و الاحسن تاخذوا مثلا العود هي اللي زوينه بزاف وهي اللي كنعرفوا حنا في المغرب احسن من اي حاجه. البيض ديال الزبده ما تاخذوش، من الاحسن تاخذوا المارغرين وما تاخذوش هذيك ديال القرع، الزبده ديال القرع ما زوينهاش بزاف. الصوصي شكون اللي كيعجبو الصوصي ما تاكلوش؟ نعم ما زوينش بزاف، من الاحسن ايفيتيوه. الجروب الرابع هو النشويات اللي قلنا الخبز لوري رز باستا اي حاجه سريعة بصفه عامه تجد الحبوب هي مهمه ضروري باش تفوزوا عليها، غير ما تكثروش منها هذا هو اللي اساس. النشويات ضروريه بس اسف الله يرحم الوالدين تكثروا. ميرسي كنشوفوا على وجهي اخرين ميرسي. المهم الجروب الرابع قلنا هو النشويات، النشويات اساسيه في كل وجبه خصو ندخلو دي الخبز. انا على حسب قلت لكم الخبز قلوا منا وي قلوا منا بزاف لان هي اللي كتطلع السكر بزاف، هي مشكل كبير اللي خليني كنعرفها. كاين واحد القضيه خصني نوصلكم عليها، قضيه داخله في النشويات وهي البطاطا. شكون اللي كيعجبو الطاجين بالبطاطا؟ ما ديروش مع الخبز، يعني ما تاكلو بطاطا يا ما تاكلو الخبز. هادي جوج ممنوع تاكلو بطاطا مع الخبز، سي با ما فهمتيش داكشي. ولا سميتو ديك القضية ديال عاوتاني ديال البقول، البقول غير كثروا منهم زوين بزاف. اللي راهم فيهم ديك الكالسيوم والمغنيسيوم مزيان بزاف والسكر كثروا منه، ولكن ما تاكلوش بالخبز بمعلقة، العدس بمعلقة بلا ما تاكلو بالخبز. سمع الصحة مصالحش. الجروب الخامس هو الخضر. الخضر كل منا من اللي بغيتو، ومن الأحسن تاكلو الخضر يعني بلا ما طيبوا اللي كاع يقدر يعزز الخس واللفت غير هكاك هذي احسن ما يمكن تدير. غير اللي كنوصيكم على واحد الحاجه، راه المواد الغذائيه كامله فيها السكر، يعني اللي ما فيهاش السكر بزاف فيه غير شويه. هادشي اللي نقول لكم انا، راه اي حاجه كليتوها راه فيها سكر غير السكر. حنا ما نخسو راه فيه السكر بزاف، ولكن نقلو منه، نقولو منه مزيان ولكن نقلو منه. الخضره منين تكون طيبوها، انا نقول لكم صبروها حسن ما تسلطوها، وصغيرا سلقتوها ما تضيعوش ديك الماء اللي فيها، لان فيها الصوليد بالفيتامين، والصوليد بالفيتامين ديرو صبه حتي ما تضيعوش ديك الماء ديالو، اوكي؟ هذا اللي اساسي. الجروب السادس وهو الاهم جدا هو السوائل. انا الاولمبيا ما تشربوش كاع عصير، شربوا غير الماء 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 ثم الماء. العصير اللي بغيتو تشربوه ما تزيدوش على كويسه هكا في النهار، سي با يا بطلو السكر اللي في الانسولين، بطلو السكر وي ممكن انه يتمتع بليش اذا كان بليش، اوكي. الماء شربوا يعني شحال ما قديتو عليه. انا كنصحكم بعد المرض السكري خصو الماء بزاف، مادا بيا كنشربو انا جوج ديال ليتر ثلاثة ديال ليتر في النهار، فيري فيري جود فور يو، زوين بالنسبة للجسم، تيطهر حتى كيفلتري حتى الدم من السكريات، كيساعد تصفية الدم. رايت، هذا الهيلثي ايتين ديال الانجليز ايت ويل، هذه
ديالنا حنايا شنو اللي كاين كيدير هذا كاين صحوبين عندنا في الانجليز يكثروا شتي قال اللون الاخضر يعني يكثروا من هذه المواد هادو واخا انني ما انا ضد هذا البروغرام خصني نورمالمون يكثروا من الخضار وينقصوا من الفواكه لان الفواكه فيه السكريات بزاف هذه كثير البطاطا والخبز والروز والنشويات كلها باستا كتطلع حتى هي السكر دونك خصهم ينقصوا منها انا غادي نوريكم الدياغرام اللي هو ديال دابا حاليا هذا ديال قديم شويه ديال 5 5 سنين يكثروا شويه من اللبن وين ديروا شويه من اللبن والاجبان والالبان والزيت مفيش غليسيميك اندكس سميتو عالي لو راه ما معناش لانه معمر بالزبده فهمتي دونك كيطلع السكر ولكن كيطلع لك فوقاش حتى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع كيطلع صاروخ ديك الساعه السكر دونك ايفيتي ولا زوج من احسن ما تاكلوش السكر خلاص الزيوت من الاحسن تاخذوا الزيوت اللي هي زوينه للجسم اللي فيها زيوت اللي هي ماشي مشبعه بالفات القبيحه كاين جوج ديال الانواع ديال الشحوم كاين الشحوم المشبعه اللي هي خايبه وكاين الزيوت اللي مزيانه الزيوت اللي مزيانه للصحه هي اللي كتقضي على الكوليسترول في الدم بحال ملي لا خديتي معلقه ديال الزيت البلديه في الصباح راه كتقدر على هذيك الكوليسترول اللي عندنا في الدم دونك من الاحسن نستعملوا الحاجه اللي هي ما فيهاش زيوت مشبعه بزاف اوكي رايت هذا هو القائمه ديال الماكله اللي خصك تحط في الكبسه ديالك اللي هو صحيه 100% غادي تاخذ الفرو غادي تكون غير شونتيون ديال الماكله في السلطه والخضار فهمتي سلطه وخضار كيدير النص الكبسه اللي غادي تحط قدامك هادوك الرسايل ولا ليغرين ولا اي حاجه اللي هي فيها النشويات والبروتين النشويات اللي هما فيهم البروتين توريجين اني فيجيتال هذا اخر درتكم مثل ما الرز ولا الزع المسلوق ولا الدرا كل شيء درافي درا والبروتين راس كما قلت لكم البروتين اللي ديال اللحوم هو اللي كي فيه واحد الماده اللي هي زوينه للمناعه وكتساعد الريد سيلز ديال البلاد سيلز تنشط الدوره الدمويه كتنشط ريجينريشن ديال الدوره الدمويه اوكي بالنسبه للكوتي شكون اللي كيبغي الكوتي بزاف ما عندكم علاش بصراحه الجسم ديالكم خصو على شي حاجه بسيطه لان ديجا عندكم السكر بزاف في الدم وخلاص اتاي المغربي كنحمى عليه انا ماشي انا كنشرب كلشي اللي كنبلع نعناع بلا سكر غير ما يكونش فيه السكر بيان سور اوكي هادي عاوتاني البلاصه اخر
بحال هذاك اللي داز المهم اللي خضر داينا بزاف ديال الخضر متنوعه هذا هو اللي خصنا نعملو نديرو على الاقل خمسه ديال بورتيون ديال الخضر والفواكه في النهار والخضر كثر منها اكثر من الفواكه كاينين الفواكه اللي ما فيهمش بزاف ديال السكريات بحال الكوكا بحال نقولو منهم مزيان بزاف فيه الصحه بالنسبة للكربوهيدرات الكربوهيدرات هي النشويات دايرين جوج معالق ولا ثلاثة ديال الروز وبطيطة صغيرة كافية والبروتين خلاص بزاف ديال الجهد هذا الشيء اللي خصنا نعرفو يتحملو ونحطو في الفطار هذا الغطية ديالي أنا نهضر دايما درت الروز هذا الشيء خضر بعدا درت خيزو خضر خلاص الكمبر خيار وهذيك ماشي كوماش كيقولوا بسباس كيمشي وانت تقولي فلاور نو نو تقولي كروم هذيك كروم هذاك خضر غير قطته في الملحة واحد ساعتين ومشفته وغسلته من الملحة ودرت معاه شرمولة بالحامض وداك الشيء على كلشي خضر كيمشي وهذيك الحيمة طريفة صغيرين ديال الحيمة بالملوخية كتعجبني الملوخية صافي هذا هو الأكل الصحي 100% وزوين جربوه ميت ان اوكرا ميت ان اوكرا ها؟ ميت ان اوكرا يا اوكرا اي تولد يا يا أو خلاص الماء ضروري وأساسي للصحة الرياضة ومرض السكري دابا اللي ندير هو في الخط الأحمر والخط البرتقالي والخط الأصفر راهم في منطقة بحال اللي هذيك ديال الحمر خلاص خطر 100% غيكونوا غلط بزاف واللي هما ما بين وبين ما بين 68 حتى 70 كيلو راه مزيان ولكن حاولوا يبقاو تما ما يزيدوش بو ايديال ما كنظنش يكون مالين سكري عندهم نقص في الوزن بزاف الا كانوا تايب 1 مالين السكر رقم واحد مالين كينقصهم بزاف ديال لو بوا مالين السكري رقم جوج ما عندوش مشكل ديال الوزن ولكن إذا كانت روبيزيتي سهلة عندك إذا كان الوزن ديالو معاد إذا كان 100 فوق 120 130 هذوك يكون طاقة الخوف هذوك ضروري خصهم يديروا شي حاجة ويمارسوا الرياضة والتغذية المتوازنة بشكل باش ينقصوا الوزن فوالا الرياضة اللي قد شي ما يديروا يديروا أنا ما طلبتش منكم ديروا بحال ليكيب ناسيونال تلعبوا الكرة هذيك اكسكلود اللي يقدر يجرى واللي يقدر يمشي جري هكا بالخفا يمشي واللي ما قدرش بحال ديك السيد هذاك المسكين خارج هذا ماشي مشكل المهم يتحركوا راه الحركه هي اللي مزيانه لبولي السكر ستريس ايوا دابا جو غاكيان ديال نفسكم ستريس كيفاش هي خصني ضروري من السبوره اوكي العلاقه بين الضغط العصبي والستريس وارتفاع نسبه السكر في الدم هذه خصني غادي نعرف لكم واحد الظاهره كان اكتشفها واحد العالم امريكاني سميتو والتر كانون 1915 هذه سيدي دابا الى اجا شي خطر عليكم هكا وواجهتوه شنو اول حاجه تفكر فيها الدماغ ديالك اول حاجه تفكر فيها يا اما غادي تدافع على راسك طاكي تاتا هادي يقول لا فايت اور فلايت ضرب ولا هرب ضرب ولا هرب الواجهه او الهروب هادي غير باش نفسر لكم علاش ستريس راه خطير هاد دابا ملي كتجي واحد الحاجه شيء
دابا ملي كيوقع هكا المواجهة الخاصه كنوضو يا اما كنشفو بالخلعه يا اما القلب ديالك كيضرب يا اما خصنا نديرو شي حاجه وهادشي بغا يستنس داكشي اللي كنحسو بيه هو هذاك بالضبط كنوضو كان قلبنا كيضربنا ونضرب بالستريس الحاله ديالنا كيكون يورط عليها هاد العمليه هادي كتوقع واحد العمليه مركبه وجد معقده في الجسم لان ملي كنحسو بديك الخطر الجسم الدماغ ديالنا شنو كيدير كيعطي السينيال لواحد الجلوند نوريكم هنايا هاهي السينيال لواحد الجلوند عندنا في الكلاوي على راس ديال الكلاوي سميتها ادرينال جلوند هنايا كتاخد السينيال ياك من الدماغ ياك الدماغ كيسد السينيال تيقولو راه الجسم راه في الخطر خصك تعطينا المقويات وشنو المقويات هو ستريس هرمون يقولوا له تيسكريت هذا الهرمون سميتو كورتيزول وهذا الكورتيزول هذا شنو كيدير تيمشي لعند الكبد كيقول له دابا الجسم خصو هذا خصو بزاف ديال الطاقه باش يقدر يدافع على راسو ولا يجري يلا عطينا الخدمه ديال الخزان ديالك عطينا السكر ياك كيجبد كيخرج هو السكر ديالو كيشوف ياك من الدم ياك دابا ديك السكر اللي كيتخرج هكا كيبقى لنا في الدم الا بغينا هو نورمال ملي كاين ديك ستريس اللي كيمشي بحالو حتى يولد بالراحه يلا ديك الجسم كيمشي للبنكرياس كيقول له خصك سكريت الانسولين راه عندك السكر بزاف زايد في الدم ياك كيسكريت كيردو للكبدة كيستوكي في الكبدة الثاني مرة أخرى ولكن بنادم اللي فيه السكر تما كيبقى ملي كيخرج هذا السكر من الكبدة ويبقى في الدم تما كيبقى هادشي علاش كيرتفع هذا السكر في الدم شنو الحل ملي تحسوا براسكم ستريسيين شنو كديروا لا تفكروا شي حاجة اللي زوينة سبحان الله بدي الأحوال ربي كيعطي الشدة وكيعطي النوم على العسر اليسرى كتخاف راه الانسان ضروري باش تتيح به ولكن عاوتاني بعد واحد شويه كترخف عليه الحال ففكر في هذاك الشيء فكر ديما تكون عندكم تفكير يكون بوزيتيف ايجابي الدنيا زوينه والحياه راه مستمره وكل شيء غادي يكون بخير إلا ما فكرتوش هكا راه غادي تزيدوا ستريس والسكر غادي يزيد يرتفع وهكذا شكون اللي ما فهمش الظاهره ديال الستريس ديال الضغط العصبي اللي ما فهمش يفسرها مزيان يلا المهم عرفتوا دابا السكر علاش يرتفع ملي كيجيكم ستريس سي بون فهمتي دابا هذه مهمه خصكم تركزوا معايا فيها هذا اسيدي ملي كتمشيو ديروا التحليله ديال الدم كيعطيكم واحد سميتو على البيلون ديال السكر في الدم كيفاش غتقراوه شكون اللي دار التحليله قليل هادي غير شي ايام شكون اللي دار التحليله ديال الدم تينا شحال جبرتي عندك يا واخا نقول لك كيفاش تقرا هاد الثمانية هادي وفين هي وكيفاش تعيش المهم
سيدة عطتني 8 ياك 8 هانتي لا فينا إلا كان عند 8 فاصلة 0 8 فاصلة 1 هادشي كله راه خلي في بالك منطقة الخطر يعني خصك تصب بالك فهمتي السكان اللي تبغي لينا هو نورمال خصو يكون فهاد الجوج فهمت فهمتي لينا هو نورمال كيعطيكم انتم في المغرب بالبورسونتاج سو هذا البورسونتاج حنا كيعطيونا بالام مول بار مول هذا هو هذا اللي كنعتمدو عليه بالنسبة لبنادم منين هو نورمال ما فيه نص كان لا والو خصو يكون ما بين عنده ما بين 4 حتى 5 5 فاصلة اوكي ولكن من اللي عنده سكر وباغي يكون عنده مزيان غادي يكون ما بين 5.5 وانت ماشي حتى 6.9 هذا اللي هو يعني شايب الريجيم وداك الشيء والرياضه والدواء في الوقت ديالو وداك الشيء انا دابا الى شفتوا عندكم 7 حتى 8 خصكم تردوا بالكم انا وريتكم كيفاش خصكم ديروا التفصيل ديالكم اللي غتحطوا قدامكم النص يكون غير الشلاضه والخضره والربع يكون ديال الخبز ولا بطاطا ولا الروز والربع الاخر خصو يكون ديال يا اما اللحم يا اما الفواكه يا اما البيض يا اما اي حاجه جبنه ولا جبن ولا شي حاجه المهم بروتين اللي عنده 9 حتى 13 السيده عندها هنا يعني ستدير بزاف ديال المسائل شايف انا كنصحك لله من الاحسن تمشي واحد يومين شي كلينيك ويعطيو لك السكر ديالك وعاد يومين كافيه كلينيك ما يكون على الخير الله يشافي إلا سبعت النصائح 100% الاقتصادية والرياضة وزود الدواء ديالو في الوقت ديالو إن شاء الله نصائح مهمة جدا لمرضى السكري صافي هادو هي اللي خصهم يديرو نورمالمون
في إجراء تحليل عينت من الدم المختبر لمعرفة HB1C وعمل الكلية تاني خصمتها كلامي خصمتها تعرفوا العمل دياله وعمل الكبد واش الكبدة خدامة ولا لا على الأقل مرتين في كل سنة شنو نقول لكم كبير لا تنسوا أخذ العينة من البول المختبر كذلك ضروري هو انك لان يكون ديك الكيتون ولا شي حاجه تكون هذا خصها ضروري لا سيستم لا سيستم ماشي بلا مني معي لا سيستم على الاقل مرتين في كل سنه اجراء فحص يومي للقدمين بعد غسلهما وغسلهما جيدا ووضع كريم مرطب في الجلد ماشي بين الاصبع بين البنات لا غير في السطح ولكن خصنا ضروري ما تنسوا تشوفوا شنو عندكم واش مازال عندكم الاحساس ولا لا غير قلتوا راسكم شي حاجه هكا شع بحال البرا بحال هذا شوفوا واش مازال عندكم الاحساس في البناء ولا لا و اوكي زياره اخصائي العيون واخذ صوره لشبكه العين لمعرفه اذا ما كان هناك سوء اضطراب في الشبكه ضروري ومؤكد على الأقل مرة في العين خصكم شنو عندكم في العينين لأن العينين شنو كيوقع لهم ملي كيوقع ديك الليكاج ديال الدم في الشبك ولا هذا كيبقى يخرج خرج الدم حتى كتضر العينين أكثر من القياس إلا مشى الإنسان حتى عرف المشكل بكري غادي يمكن له يد باللايزر جراحة ولا شي حاجة غادي يتدخل في الوقت المناسب اوكي زياره اخصائي مرضى السكري مره واحده في كل سنه على الاقل مع مطالبته بفحص القدمين اذا لم يفعل من تلقاء نفسه الطبيب اذا جيت عنده الشريفة الله يرحمه ويريد الشريفة الطبيب اذا جيت عنده وفحصكم رجليكم راه مزيان الله يجزيكم بالخير ما فحصكمش رجليكم غادي تمشيو عندو ونقولو له الله يجزيكم بالخير احنا واحد السيده جات سميتها مريم راه قالت لنا ضروري الطبيب يفحص لكم رجليكم ضروري هذه يفحص الدوره الدمويه لا لا عندكم الحق تدفعوا لحقكم راه كتعطيو فلوسكم هذا كتعطيو فلوسكم خصهم المهم ديروا تفحصكم الرجلين ضروري مؤكد المواظبة على أخذ دواء السكري بانتظام ضروري مؤكد هذا بدي عندو الانسولين ديك الانسولين المخوضة ما كتخرجش نامبورت كان مومون في أي وقت راه ضروري نقصد تحط في الوقت ديالها لأن كاين الوقت ديال الانسولين فوقاش كتخدم مع 4 سوايع عاوتاني كتنزل عاوت كتمشي نورمال كاين بزاف ديال الأدوية وكل دواء كيخدم بشكل دونك خصكم تتبعو النصائح ديال الطبيب ممارسة الرياضة بشكل روتيني ومنتظم لحرق الدهون ومساعدة الجسم على التخلص من نسبة السكر الزائدة في الجسم شنو قلنا تخفيف حدة التوتر والابتعاد عن التفكير في السلبيات والتركيز على الإيجابيات في الحياة كما قلت لكم كل حاجة زوينة وسيدي ونتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الدرس شكرا على حسن المتابعة Questions and answers. Yeah, this is what she said.
بنادم اللي غادي ما يسمع غادي يصوم، ولكن خصو يستشر عقله ديالو، لان الدواء كيخدم بواحد الطريقه معينه. الاطباء هما اللي غيقولوا كيفاش ديك الدواء ديالكم كيخدم. الناس اللي عندهم رقم واحد سكري رقم واحد الصيام ممنوع من عند الكليه. رقم واحد سمعتوني اللي كيهضروا الصيام بالنسبة للواحد رقم واحد ممنوع من عند الكلية. جيبوا له واضح. الناس اللي عندهم سكري رقم جوج وكيديروا الانسولين حتى هما يهبطوا بالو لأنهم معرضين بالسكر يهبطوا. سمعوا لا رجع اللي عنده السكر بالقبول الكينة خصهم يستاجروا مع أطباء ديالهم، لأن حسب التبديل ديال الروتين ديال الدواء. انا ما كنعرفش الدواء، انا ماشي دكتور. انا كنعرف ان اذا كتستعمل الى الدكتور قال لك راه ممكن انك تصوم، اذا كنت تبعتي شي ريجي معين راه ممكن انك تصوم. ولي رقم جوج، اما سكري رقم واحد